السلام عليكم، معكم الشيف أحمد. اليوم حابة أقدم لكم طبق كتير لذيذ وسهل وسريع. أول شي منبلش بالمقادير. عنا نودلز بمقدار 150 جرام، عنا حر أحمر ناعم، عنا بصل مقدار معلقة وسط مفروم ناعم، ثوم معلقة صغيرة ناعم، كزبرة يابسة نص معلقة صغيرة، وبهار أبيض نص معلقة صغيرة. وأيضا عنا لحمة مفرومة على الخشنة بمقدار 100 جرام، عنا حبق معلقة صغيرة مفروم ناعم، وعنا معلقة كبيرة صويا صوص، وعنا أيضا بطاطا حلوة مقطعة بهذا الشكل، وحر أحمر مقطع بهذا الشكل، وسمسم محمص مع حبة البركة، وعنا بهار مطحون للاستعمال حسب الرغبة. أول شيء بدنا نبلش بخلط اللحمة لنعملها بشكل كريات. نوضع اللحمة بهيدا الوعاء، نحط معها الحر أحمر، الحبق مفروم، البصل ناعم، نحط معها ايضا الثوم الناعم، الكزبرة اليابسة، والبهار الابيض، ومثل ما ذكرت حسب الرغبة قليل من البهار الاسود، ومعلقة وسط من الصويا صوص. مثل ما شفتوا ما استعملت ملح بالخلطة لأنه الصويا صوص طعمته مالحة. رح استعمل نص الكمية بس أعمل النودلز. نخلط المقادير ببعضها. في كتير ناس تستعمل الكعك او الخبز المطحون والبيض، بس ولكن انا اليوم مش رح استعملهم لكون الاكلة كتير مميزة. نخلط باليد. تصير عجينة متماسكة. من بعد ما تتكامش رح نبلش نعملها بشكل كريات صغيرة. مثل ما شايفين عملنا اللحمة لكريات بهذا الشكل. هلأ رح نبلش نطبق الطبق. قليل من زيت الزيتون، وبلش نحط كريات اللحمة اللذيذة. رائحة كتير شهية
جدا. اللحمة بلشت تاخد اللون الجميل. نخفف النار. بعد ما تاخد اللحمة هيدا اللون نوضع معها البطاطا الحلوة والخر الأحمر. مثل ما شايفين اللحمة استوت واخدت هذا اللون. من بعد ما تستوي نحط صلصة الصويا ومباشرة نحط النودلز. ونقلب المقادير مع بعض. طبق كثير لذيذ وجميل وسهل ايضا. طبقنا انتهى. رح نفرجيكم طريقة التقديم. اوكي، طريقة التقديم. رائحة شهية جدا. هيدا الأكل من الناس اللي بحبوا الحار والأكلات الحامية. نوضع كريات اللحم بهذا الشكل. وبالآخر السمسم الجميل مع حبة البركة اللذيذة. طبقنا لليوم انتهى. بتمنى يكون نال اعجابكم وتعرفتوا على فكرة جديدة من افكاري بالطهو. ما تنسوا تتابعونا على الموقع الموجود عندكم على الشاشة وتعملوا لنا سبسكرايب وشير ولايك. والف صحتين الى الحلقة المقبلة.